باللجنة الإعلامية. اليوم الملامح الوجوه مكفهرة مش مبسوطة أبدا، كأنكم يعني على رؤوسكم، مع أنه الفريق بتعرفوه أنتم. في البداية أبو كرم، نحن نرحب كل ضيوفنا في هذا المحفل والعرس الآسيوي في عام التسامح في بلدنا دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المحفل. الانطباع اللي ناخذه من الجانب الفني أبو كرم اليوم، ما في عدم ارتياح، هذا شيء طبيعي باعتبار أنك أنت اليوم ما استثمرت عنصر الأرض والجمهور. اليوم أنت طلعت بشكل باهت في ظل هذا التنظيم والأبريت اللي شفناه، الزخم الجماهيري اللي اليوم اللي انت ما اعطيته الانطباع انك تبى تواصل. حتى مع احترامي للزخم الجماهيري، كان لسه في محلات كثير في الملعب فاضي، يعني في 10,000 عدد ابو كرم 33,000 متفرج، برغم انت عارف قبل فتره كان في تشكيك وكان في تعرف من النوع اللي عدم الثقه بين الجماهير. هلا عدم الثقه مستمر بعد المباراه، زاد هلا شايفه انا. شفت، لان قلت لك احنا كان ودنا ان المنتخب يطلع بشكل مرضي، برغم ابو كرم ان نحن راضين كل الرضا في خلال النقطة اللي حصدناها في خلال هذا الظهور الباهت بالنسبة لمنتخبنا. بأمانة يعني أقول لك، البحريني عم بيقولوا هارد لا، يعني زعلانين إنه 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 ما طلعوا بكل النقاط. شوف، خلينا نقول إنه المنتخب البحريني أبو كرم هو امتداد لدورة الخليج مع نفس المدرب الصربي سكوب. ايضا اداره المنتخب البحريني كاتحاد هو من اكثر الاتحادات تعميرا بالنسبه الى دول مجلس التعاون، بمعنى هناك استقرار. بكرم هذه المجموعه الشابه اللي بدا فيها المدرب الصربي، اعتقد انه تتطور من فتره الى اخرى. اليوم شاهدنا المباراه، اليوم حتى معدل الاعمار المنتخب البحريني جيده جدا، مجموعه جديده من عام 2004 لو ابناء حبيل واليوسف وما ذلك انتهوا. اليوم شاهدنا سيد ضياء، شاهدنا الرميحي، شاهدنا حتى الحارس سيد شبر، يعني منتخب هناك يقدم روح ويقدم أداء. والجيد فيه أن المدرب يقدم أفكار تناسب لاعبي المنتخب البحريني، شاهدنا ذلك في شوط المدربين. الشوط الثاني كنا نتوقع أن يكون الضغط للمنتخب الإماراتي على المنتخب البحريني، اللي شاهدناه العكس، بدليل أنه المنتخب البحريني هو من افتتح التسجيل. عموما التعادل أنا أبو كرم أرى مفيد للطرفين لسبب بسيط جدا، أن نعتبر هذه المجموعة هي أضعف المجموعات. صحيح. على اعتبار هناك المنتخب التايلندي والهندي، وإن كان منتخب التايلندي أبو كرم كلنا يتذكر في تصفيات المؤهل لكأس العالم حتى هزم اعتقد المنتخب الإماراتي، هو أكثر المنتخبات في آسيا تطورا في الآونة الأخيرة. طيب.